السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا عايز المستخدم يدخل لي قيمة معينة وبعد كده أنا أوصلها في رسالة، فهستخدم برومت. أول حاجة أعملها إن أنا هقول له فاريبل بتساوي إكس، والإكس دي هتاخد قيمتها من برومت، وأفتح قوسين وأكتب الرسالة اللي هتظهر للمستخدم، مثلا إنتر يور نيم. وبعد كده هقول له هدخل فاريبل تاني واي تساوي، ونبدأ نشوف ايه الرسالة اللي ممكن نكتبها. علم على الكلام دوت. طيب بعد كده هقول له انا عايز اعمل alert، الالرت دوت هيبقى فيه الاكس وبعد كده زائد وبعد كده جملة معينة وبعد كده زائد وبعد كده الواي بالشكل دوت. طيب مثلا اقول له هنا your name is، قلت له مسافة، and your nationality is بالشكل دوت، وهقول له جرب. فبيقول لي اكتب اسمك، هقول له عمر ايجيبشن. فيقول لي يور نيم از عمر اند يور نشنالتي از ايجيبشن.